خلال هذا المركز الذي يجمع البيانات لدوائر وزارة الداخلية. وزارة الداخلية عنوانها العام وزارة أمنية، لكن واقع الحال هي وزارة خدمية. بشكل واضح أن إنهاء عمل البعثة نهاية عام 2025 بناء على طلب الحكومة العراقية بالتأكيد يمثل احترافا دوليا وأمميا بالتقدم الحاصل على الساحة العراقية في جميع المجالات. ما موجود لدينا من معامل ومصانع بمختلف المواد الإنشائية لا يغطي ثلث أو ربع احتياجات وفق المشاريع التي سوف يتم المباشرة بها. حين قدمنا محاربة الفساد في الأولويات الخمس لبرنامجنا الحكومي، لم يكن الأمر مجرد سرد لكلمات أو شعارات، إنما هي استشعار حقيقي لرغبة المواطن التي من دونها لن يكون مؤمناً بالدولة.